إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايين مع بعض عشان هنعمل فطار من الفطار اللذيذ بتاعنا. طبعا يا جماعة الخير في ناس سألوني على موضوع الدايت، وانت بتاكل ايه وبتشرب ايه والكلام من ده، وازاي بتعيش يعني علشان تخس 50 كيلو في ال7 شهور دول بالسرعة ديتي وما ترجعش تاني. طبعا طبعا يا جماعة الخير، اول حاجة علشان نبقى بس صادقين مع بعض، هو طبعا محدش يقول لي، طبعا انا كنت بقول الكلام ده برضو، ويعني للأسف يعني الواحد ما كانش بيحس هو بيعمل ايه. البق يا جماعة، هو دون الفم هو الوحيد اللي بيعمل التخن للواحد، والسناك اللي الواحد بياكله كتير باستمرار في خلال اليوم وبدون ما يحسب سعراته الحرارية. يعني بياكل يعني مثلا، معلش يعني في حاجة كده طالعة اليومين دولي، بسكوتة كده عجيبة كانوا الناس بيتكلموا عنها كتير، فزوجتي شافتها عند اخواتها وقالت لي يا محمد عايز عايزين ايه اجيبها لك تدوقها. طبعا من كتر الكلام قلت لها خلاص اما نروح الهايبر مرة او نكون خارجين في الشارع نجيب واحدة ندوقها. يعني تصوروا يا جماعة، والله ما من غير يعني من غير يعني مش مبالغة، والله والله يا جماعة هي قد كده، البسكوت قد كده اهو، وتخني تخني يعني يا دوبك سنتي ولا حاجة او سنتي ونص، التخن بتاعها قد كده اهو. عارفين دي يا جماعة لقيت سعرات الحرارية كام؟ معدية 400 سعر حراري، حوالي 420 برضه عشان ما بقاش يعني غير دقيق، 420 او 450 سعر حراري. طب انتوا عارفين ديتي انا علشان مثلا اكل واشبع منها انا محتاج مثلا اقل ما فيها 5 او 6 وحدات عشان احس، لو انا مثلا جعان احس ان انا يعني بدأت اشبع شوية. طيب لو احنا ضربنا الخمسة دولي اللي انا اكلتهم او التلاتة او الاتنين او الواحدة اللي هي فيها 400 اكتر من 400 سعر حراري، طب انتوا عارفين 400 سعر حراري دول انا ممكن اكل بهم وتكون حاجة صحية ايه؟ اكل بهم 3 شبارات او 3 سمكات كبار كده من بتوعنا اللي هم بتوع المصري، الشبار بتاعنا اللي هو البلد المعروف ماشي، وزنهم يعني لا يقل عن 500 جرام، وهاكل جنبهم سلطة خضراء ماشي، ومش مش هيجيبوا 400 سعر حراري دول، وهاكل طبق سلطه كبير يعني فيه طماطمتين كبار وفيه جزر وفيه خس وفيه خيار وفيه كل ما تحبيه حطيه في قلب السلطه. طيب هنقول مثلا لو احنا اكلنا الرغيف ده بطريقه صحيه، يعني معلش ده على العيش الاسمر اللي ام حمزه عاملاه على القناه بتاعتها للناس اللي عايزه تتفرج عليه. الرغيف ده يا جماعه السعرات اللي هو وزنه 65 جرام، عشان برضو الناس تبقى عارفاه، وحجمه اهو يعني ايه مش كبير قوي، يعني ده بمقام نص رغيف من اللي هو بتاع السوق. طيب النص رغيف ده يا جماعة الخير عارفين سعرات الحرارية قد ايه؟ 65 جرام دول ده معدي 200 سعرة حرارية يا جماعة، مع انه اسمر، فما بالكوا لو اتعمل بالابيض بالعدوي الابيض الخالص. طيب المهم احنا عايزين بس ايه نلم الموضوع للناس عشان يبقوا فاهمين برضو الوضع ازاي يا جماعة. احنا السعرات الحرارية اللي عشان الجسم يقوم بال يقوم بشغله يعني هضم وتفكير وحركة والقلب يشتغل والرئتين تتنفس والكلى تشتغل، الحاجات دي يا جماعة وانتوا قاعدين على الكرسي من غير ما تعملوا اي مجهود محتاجين كل يوم 2500 حوالي، يعني ما يقرب من 2500 سعر حراري، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده باستفاضة. طيب انا علشان ابدأ اخس لازم يا جماعة اكل اقل من كميات السعر الحرارية بتاعتي دي، اقل حاجة ب1000 عشان يأثر معايا واحس ان انا فعلا بعمل حاجة. يعني انا لو انا سعرات الحرارية 2500
المفروض ما زيدش عن 1500 سعر حراري توتال يوميا علشان احس في اخر الاسبوع لما اوزن نفسي لاني خسيت كويس فعلا وابقى راضي عن الوضع اللي حصل. طيب علشان ايه نكلم واحنا بنشتغل كده، فاحنا يا جماعة ان شاء الله هنعمل الفطار بتاعنا اللي هو الفطار الجميل جدا اللي هو برضه هيشبعنا ومش هيدينا سعرات حرارية زيادة. طبعا ده الفول احنا عاملينه في البيت، انا سخنته في الميكرويف لغاية اما مسح، طبعا ده كان مجمد خالص. فهو يا جماعة الخير انا هاخد لكل واحد، انا وزوجتي يعني كل واحد مننا، لان احنا اللي عاملين بس دايت، بنعمل يا جماعة الخير بناخد كل واحد 4 معالق كبار من الفول ده، وهنضيف عليهم طبعا ممنوع اي زيوت يا جماعة الخير، ممنوع زيوت، لان يا جماعة الخير معلقة الزيت الواحدة معدية الأل المية وسبعمية مية تقريبا 140 سعر حراري أو 170 سعر حراري. فطبعا احنا الناس اللي هي بتخس لازم تبص قبل ما تاكل وتحط حاجة في بقها، لازم تبص على السعرات الحرارية علشان ما تلاقيهاش مثلا، يعني معلش لو انا اكلت بسكوتة من البسكوتة دي وانا جعان اخدت 450 سعر حراري من اللي انا المفروض اخده، يبقى انا كده خسرت 1400 سعر حراري، وللاسف انا لسه جعان ومشبعتش ومضطر ان انا املي بطني برضه، يبقى انا كده عمري ما هفكر ان انا هخس بقى خالص لو انا فضلت بالشكل ده. فلازم قبل ما اكل، قبل ما افكر احط حاجه في بقي، لازم احسب سعرات الحراريه وابص عليها وما اخدش حاجه مش مكتوب عليها سعرات حراريه يا جماعه، او اللي اذا كنت عارف بقى. طبعا احنا هنحط ايه لكل واحد 4 معالق، ادي واحد 2 3، مش قليلين برضو يا جماعة. وخلي بالكم من ان الفول المدمس دواني من الحاجات الروعة اللي بتفضل وتصبر في البطن كتير قوي. نحط شوية مية كمان عشان ياخد نصيبه كويس، بيبقى يا جماعة جميل جدا وبيصبر في البطن بيحسس يعني فترة كبيرة جدا ليش من الشبع. فاحنا برضو ايه دايما نبص على الحاجة اللي تشبعنا ومن ايه ومن وما نزعلش منها، يعني ان هي فيها سعرات حرارية كتير. طبعا انا بص في البلانشة كده القطع، قصدي يعني اقطع عليها العيش جنب كده واجيلكم. فيا جماعة الخير حذاري 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 من الاكل اللي في الشارع، يعني انتوا لو هتاكلوا اكلوا في الشارع فلابد ان انتم يكون الراجل ده اللي بيعملكوا السندوتش انتوا تعرفوه علشان خاطر تحذروه ان يحط لكم اي مثلا دهون او زيوت في الايه في السندوتش. طبعا لو انتوا بتشتروا من انت بقى اضطريتوا ان انت تاكلوا السندوتش من بره، يعني طبعا احنا بنحط بالشطه كتير يعني، فايه الناس ما تزعلش من الموضوع ده يعني. عشان ويا جماعه خلي بالكم برضو ان الشطه دي يا جماعه، الناس اللي هي بتخاف منها، الشطه دي يا جماعه جميله جدا وبتخفف وبتقلل وبتساعد الجسم على انه يحرق الايه الدهون. طبعا ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي هم الدكاتره اللي ايه بيشتغلوا في الموضوع ده. طبعا هو يا جماعه الخير احنا بس ايه برضه هنحط شويه فلفل كده، فلفل حلو برضو، الحاجات اللي هي الحراقة دايما كلها بتعمل تخسيس يا جماعة، لأنها بتحمي الجسم وإيه وبتخليه يعني بتعمله بتديله طاقة باور كده. فإحنا محتاجين الباور ده عشان خاطر يعمل لنا تخسيس يعني. ونحط شوية كمون كده برضو حلوين، الكمون ده كويس جدا يا جماعة برضو. وكل اللي نعمله بقى ان احنا هنبدأ نسمي الله كده ونحط
مكعب السندوتش بتاعنا بكل ايه ال4 معالق، لان دول هما مكتوبين لحضرتك او حضرتك، وده اللي هيديك الشبع. يعني ما تقوليش 4 معالق دول كتار قوي على السندوتش، انا ممكن احطهم في رغيف. هو يا جماعة احنا المقصود من الاكل دوتي ان احنا لما ناخده يبقى احنا كده خلاص، احنا بيملي بطننا ونشبع. انا شايفين ما شاء الله السندوتش عامل ازاي، ماشي. وطبعا انا هوريكم بقى اللي هي اللي الحاجة الجميلة اللي ربنا خلقها لنا، وهي موجودة اليومين دول متوفرة كتير جدا، اللي هو جماعة الخير الخس. الخس يا جماعة دلوقتي يعني من رحمة ربنا علينا، هو والخيار والكوسة، بس الكوسة برضو فيها سعرات حرارية أعلى شوية، بس مش مشكلة. الخس يا جماعة دلوقتي من الحاجات الرائعة 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 اللي الجسم لما انت حضرتك او حضرتك تاكلها ما يأثرش معاك، بل بالعكس يخسسك. ليه؟ لان سعراته الحرارية قليلة جدا. يعني كل الخصاية دي مثلا لو هي وزنها مثلا 300 جرام او 400 جرام، يمكن فيها سعرات حرارية كلها مثلا 50 جرام او 35 40، ما يزيدش عن كده يعني، ماكسيمم بالكتير جدا. فطبعا دي ميزتها ايه الخس او الخيار، ان طبعا علشان يتهضم دون في الامعاء بتاعتنا، لابد ان هو الجسم المعدة تقوم بهضمه. فبقول لحضراتكم العلماء بقى اللي هم شغالين في موضوع التغذية، اللي بقول لحضراتكم من الخس والخيار من الحاجات اللي بتستهلك من الجسم سعرات حرارية اكتر من اللي فيها علشان تهضمها. فاصبحت ان دي بالظبط زي انت بتدي ايه بتعمل رياضة، بتقوم تتمشى شوية، فدي زي التمشية بالظبط كده بالنسبة لايه للجسم. وكده يا جماعة الخير يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ان شاء الله، ويا رب يكون الفطار عجبكم وتفضلوا معانا. ولو الفطار عجبكم يا جماعة الخير ما تنسونيش من دعائكم وجزاكم الله خيرا. طبعا علشان نجمل بس موضوع النهاردة، الناس اللي هتقول طبعا انت ما قلتناش على غدا ولا العشاء، طبعا على الجدول بتاع لو نفسك تخس، اللي نفسها الناس اللي نفسها تخس فعلا، في موقع اسمه يا جماعة لو نفسك تخس على اليوتيوب، الراجل ده انا ماشي معاه، والاكل ده طبعا هو من وصفاته اللي هو عاملها لنا النهارده. فالنهارده ان شاء الله كتب لنا هو ده الفطار بتاعنا، والوجبة ان شاء الله بتاعة الغدا بيبقى ان شاء الله هنعملها. احنا بالنسبة لنا هناكل النهاردة سمك مشوي، ثلاثة سمك بلطي حجم قد كف الايد كده، والعشاء ان شاء الله زبادي بإذن الله، زبديتين 125 جرام او 120 جرام تقريبا. وكده يا جماعة يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.